هذا النوع من المنازل يقدم خدمة خاصة لمرضى الإيدز في اليونان، فإلى جانب إمدادهم بخدمات الرعاية الطبية فإنه يقدم لهم الغذاء والمأوى والنصائح والدعم النفسي. وتقول إحدى النزيلات إنها تعيش مع ابنتها الصغيرة في هذا المنزل الذي اعتبرته نقطة تحول في حياتها. لقد ساعدني كثيرا جدا، أتلقى دعما نفسيا، أشعر بأنني آمنة للغاية هنا، ويوجد طبيب بصفة يومية هنا إذا شعرنا بالأعياء. حتى لو كنا نمر بمشاكل عاطفية فهناك طبيب نفسي أيضا، لقد ساعدوني كثيرا. وتحتاج اليونان إلى إنشاء العديد من هذه المنازل في ظل تفشي مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز بشكل مخيف منذ عام 2011 في بعض المجموعات مثل المرضى الذين يتلقون العلاج بالحقن، وذلك بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية في اليونان إلى خفض الإنفاق الحكومي على البرامج الصحية وما حذر منه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية. ووفقا لإحصاءات المركز اليوناني لمكافحة الأمراض والوقاية، فقد ارتفعت نسبة الإصابة بالإيدز بين مستخدمي الأدوية بالحقن من 15 شخصا عام 2010 إلى 213 في عام 2011، أي بنسبة 1300%. ويقول تقرير المركز إن أحد الأسباب الرئيسية لتفشي مرض الإيدز بين متعاطي الأدوية بالحقن ربما يرجع إلى تدني مستويات الخدمات العلاجية الوقائية. وحضر توماس كاتو نائب الأمين العام التنفيذي لمجموعة بومبيدو المعنية بمكافحة سوء استخدام الحقن العلاجية، حذر من مغبة تحول الإصابة بمرض الإيدز إلى وباء يهدد الصحة العامة لليونانيين. وأظهرت الإحصاءات التي تضمنها التقرير الصحي لعام 2013 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نسبة الإنفاق في مجال علاج الأفراد في اليونان انخفضت بنسبة 11% بعد أن كانت تزداد بمعدل نمو سنوي بأكثر من 5% في الفترة بين عامي 2000 و2009. خالد حسين، رويترز.